أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التحول الأخضر ودوره في دعم النمو واستدامته على مستوى القطاعات المختلفة. وخلال اجتماع مع وزيرة البيئة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، أشار مدبولي لأن الدولة ما زالت تضع ملف التحول الأخضر على رأس الأولويات، وهو ما استوجب إشادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بجهود الدولة المصرية لخلق مناخ مشجع للاستثمار من أجل دعم التحول الأخضر.